جدا ان هو يوضح الكلام ده، لانه خدنا في منطقه تانية خالص. مستر كوبر انا طبعا متفق جدا مع اللي قاله موسيماني، لان احنا المدربين مش دايما بيكون عندنا نفس وجهات النظر، عندنا تفضيلات وعندنا كل واحد طريقته الخاصه واختلافه في التكنيك وفي الاداء الفني فيما يتعلق باللاعبين. احيانا بعض الناس تقول ليه اللاعب ده بيلعب هنا ما بيلعبش هنا، لان ده رؤيه المدرب، لان هو بيبقى عايز يبقى في المكان ده في حد معين. انا دايما بحط المثال دايما بتاع المدرب بيدير منتخب قومي مثلا، فلما بيجي لاعب من الفريق او من النادي، اول حاجه بعملها معاه ان انا بقول له غير وجهه نظرك، انت دلوقتي ما بتلعبش مع النادي، انت دلوقتي بتلعب مع المنتخب، وبالتالي لازم تدخل نفسك في فلسفه المنتخب وتبعد عن النادي. نفس الكلام لما ترجع تلعب في النادي، فبالتالي دي لحظات بتحصل مع كل اللعيبه. ممكن كهربا يبقى مره في مستوى عالي جدا، واحيانا تانية لاعب تاني يتفوق عليه في خلال اسبوعين او كده، وبالتالي مفيش واحد ولا واحد بيبقى عايز يطلع اللعيب من الملعب لان هو ما بيحبوش، لانه ده ما بيبتسمش او بيبتسم. المدرب دايما بيبقى عايز يحط افضل لاعب في المنطقه دي في المكان ده في الماتش ده، وبالتالي كل مدرب بيبقى ليه وجهه نظر، والصحفيين برضه بيبقى ليهم وجهات نظر، لكن المدرب دايما بيشتغل عشان يحسن ويحقق افضل نتائج للفريق. انا طبعا متفق جدا مع اللي قاله موسيماني. تمام.